متابعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في إطار اللقاء التشاوري تديرة عمدة مدينة الدار بدأ النبيل الرميلي في مجموعة من المقاطعات، حطت الرحال مؤخرا في مقاطعة سيدي عثمان بمدينة الدار بدأ. الجميع تعرف مشاكل تعاد المقاطعة والملفات المطروحة في هذه المقاطعة. كيفاش فعل المجتمع المدني مع اللقاء اللي دارته عمدة مدينة الدار بدأ في سيدي عثمان؟ وشني أهم المشاكل اللي خاصة تنكب عليها العمدة وأيضا معها مكتب مقاطعة سيدي عثمان من أجل التجاوب مع الساكنة هذه المقاطعة هذه؟ من أجل مناقشة هذه القضايا وقضايا أخرى نستضيف السي عادل فضيل، رئيس حركة نداء بعمالة مقاطعات مناشيد من سيدي عثمان. السي عادل فضيل مرحبا بك. ربي يخليك سي بوستا وشكرا على الدعوة. السعادة كما قلت في التقريب أن عمدة مدينة الدار بدأ دات واحد الزيارة في إطار اللقاء التشاوري بالمقاطعات، دارت سيدي عثمان باش تسمع النبضات تاع المشاكل تاع المقاطعة. بالنسبة لكم كمجتمع مدني وكطيف من أطياف تاع المجتمع المدني في منطقة سيدي عثمان، كيفاش فعلتوا مع هذه الزيارة؟ وبطبيعة الحال غيكون إلا تفاعل إيجابي لهذه الزيارة، وكنا حبذا أن لو أن السيدة العمدة جات ودارت واحد الزيارة ميدانية وتعرفت على بزاف المشاكل عن قرب، ماشي غتبقى حابسة واحد لاصال وكنهضروا على دوك الملتمسات اللي ديجا كانت تقدمات في اوقات سابقه لا من المجتمع المدني لا من المجالس السابقه، مشكوره على انها كترافع على هذا وان تحاصر هذيك الساعه باش يهضروا على المشاكل اللي عويصه في المنطقه. كان املنا انها تكون واحد الزياره ميدانيه ويعرفوا ويوقفوا على المشاكل وتكون تتبع لهاد المشاكل وهاد التوصيات وهاد الملتمسات اللي رفعوها المجتمع المدني والمجلس. بالنسبه لك انت يعني كواحد من المجتمع المدني في هذه المنطقه سيدي عثمان، الا كانت مثلا الان عمده مدينه الدار بدأ قدامك وجه لوجه، اشنا اهم ملف اللي تبغي العمده تنكب عليه وتحل بشكل مستعجل بهذه المقاطعه سيدي عثمان؟ والله تذكرتيني السي بوستا واحد النقطه مهمه. كنت رفقات بعض الاخوه في المجتمع المدني، كنا تلاقينا وجها لوجه مع السيده الرميلي، الدكتوره الرميلي اللي كانت ديك الساعه النائبه المديره الجهويه للصحه، وكان عندنا واحد المشكل يرهق الساكنه، وكان في دائما واحد التساؤل كبير علاش الادويه ديال الامراض المزمنه ما متوفراش. ملي مشينا وقفنا عن كتب، وهنا فين كنقولوا بانها الا دارت واحد الملف تبقى متبعاه وتبقى مواكبه وتعرف المشاكل والنواقص. الحمد لله هي تجاوبت معنا في هذاك الملف ديال الامراض الادويه ديال المرض السكري، ولقينا بان ما كاينش تحيين عندنا في المنطقه. هنا كاين واحد قبل ما تكون عمده اذا هذا ملف كبير مطروح عليها، لان كانت في هذاك الوقت تعهدت لنا اننا غتشوف مع المصالح ديالها باش تعرف ترفع شي ملتمس للمجلس المدينه والناس اللي مهتمين بهذه المساله الصحيه انها يديروا التحيين ديال هذه المعطيات. كنلقاو بان الادويه ديال المرض السكري كتمشي للمقاطعات، ولكن الناس باش توصلهم هذيك الماده ما تتوصلهمش. جينا نوقفوا لقينا بان كتجي ادويه واحد النسبه معينه لا على الفانيد لا على الستيلو، واخا ما كنشوفوهمش حنا، ولكن كتقالت لينا هي بان راه كاين واحد مخصص ديال دوك الستيلوات تا هما كاينين، ديال الفانيد ديال البراوات بالالوان ديالها وبالاشكال ديالها وبالصيغه اللي كاتبها الطبيب. كنجيو كنلقاو الناس كيقول لك ما بقاش الدواء ديال السكر، وملي كتجي عند اخرى كيقول لك لا راه توصلوا بالادويه ديالهم. هنا ملي جينا نوقفوا حنا عن كتب لقينا بان المشكل ديال تحليل المعلومات، كاينين الناس اللي عندهم كيستافدوا من واحد النوع من الادويه، ملي كيتوفى مسكين ولا ملي كيجي ولا ملي كيحاول يشوف الطبيب وكيوجهه انه يستعمل ماده اخرى ولا يطلع من الفانيدي ولا يدير البره، ما كيقولوش لهم تحينا فوالا راه تزاد عندنا واحد ونقصنا منه. تما فين كنطيحوا في هذا الشيء ديال الريتشي؟ واخا هي هذا الملف فاش كانت هي مسؤوله جهويه على مستوى قطاع الصحه في مدينه الدار البيضاء، دابا الان هي ولات عمده تاع مدينه الدار البيضاء، بالنسبه لك اي اهم ملف داخل مقاطعه سيدي عثمان اللي تبغيها يعني تتحرك فيه بشكل مستعجل؟ واش نقول لك السي بوستان، واش ملف لاله مريم، واش سوق الجمله، واش اسواق الجمله؟ كاين راه هنا فاش كنقول لك لو انها دارت واحد الزياره ميدانيه غتوقف على المشاكل، وربما ان تصنت شويه للساكنه لان عمده تمثل الساكنه. ربما اسمح لي قاطعت بان عمده مدينه الدار البيضاء راه هي مثل الدار البيضاء عارفه المشاكل تاع سيدي عثمان، وديجا خدمات هي في سباته كدكتوره ديال كانت ديجا خدمه في سباته، راه مرشحه دابا على مقاطعه سباته ملمه بالمشاكل ومعارفه برلمانيه يعني
يعني الاحياء المجاوره لمدينه الدار البيضاء، ولا كنقول الاحياء الهامشيه واخا انا كنسطر عليها ما كاينش حي هامشي وحي هذا. ومن هنا كانوا هذوك الممثلين ديال الساكنه رفقه اكبر واحده على مجلس جماعه الدار البيضاء، كانوا يمشيوا عند الساكنه ويتصنتوا، ولا يتصنتوا حتى المجتمع المدني يكون معاهم رفقه في هذيك الجلسه. هذوك الملتمسات كنا حنا معاهم في الصياغه ديالها، وكنا عارفين النقطه وعارفين المشاكل. في اللقاء التشاوري اللي كان دار السي الحدادي مع الجمعيات، من غير دوك اللقاءات التشاوري تنقول لك حنا بحكم المصالح الخارجيه كلها كانت ملمه بالمشاكل اللي كاين. نعطيك مشكل ممكن انا توقف عليه، دابا كاين واحد التهالك ديال البنيه التحتيه عندنا في سيدي عثمان. الشاطئ كتبان كيبان لك ندع منه الماء، وكاين اختلاط ديال الماء الصالح للشرب مع المياه العديمه. هذا مشكل، هذا طرحناه وقفنا عليه، وقفنا عليه مع الجهات المعنيه، مع المصالح ديال العماله، وهذا وقفوا على هاد المساله. ان كنا خفنا شي دار طيح، دابا الماء حنا عندنا ندره من الماء، والماء كيمشي عاد تحت من الديور. كاين البعض عاود تيقول بان خاص المخصص المالي اللي تمنح جماعه الدار البيضاء سيدي عثمان يترفع مقارنه مع المخصص اللي كاين. انا علاش؟ لان سيدي عثمان عندها سوق الجمله، عندها سوق تاع الخضر والفواكه، عندها سوق السمك، عندها يعني مجموعه من المرافق اللي تدر على المدينه مجموعه من المداخل. واش تتفق مع هذا الراي ولا لا؟ انا معاك، وغادي نذكرك في هذا البلاطو وفي هذه القناه اللي تبارك الله عزيزه وتتسيب لي. ولا السي عبد الرحيم راه مهتم بالشان ديال الدار البيضاء. كنت انا وياك قلنا واحد الموضوع، قلنا لماذا يترافعوا هذوك المنتخبين اللي على صعيد مجلس المدينه يمشيو تما ويقول لهم اعطيونا مخصص مالي يكون يليق بالمداخل اللي كتدخلها مقاطعه سيدي عثمان، حيت مداخل مهمه. وهنا كنحيي لك عاوتاني، لو ان العمده رفقت بعض المنتخبين ديال المدينه ولا المنتخبين ديال الاحياء ولا رئيس مجلس المقاطعه مشاو داروا واحد الزياره ميدانيه ويعرفوا عندنا المجازر، عندنا اسواق سوق الخضره والفواكه اللي عليه بزاف ديال العلامات الاستفهام المداخل ديالو. اذا حنا تنعطيو واحد المداخل كبيره لمدينه الدار البيضاء، وبالتالي تيعود علينا واحد النسبه قليله من 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 المنحه اللي كتخصص لنا المقاطعه. ودابا كاين واحد السؤال، راه ربما كاين تساؤل بعض المقاطعات اللي ولات غادا تخصص لهم المنحه على مساله ديال الكثافه السكانيه ديالهم. هذه كاينه هذه القراءه، ولكن علاش ما يكونوش يدافعوا يقول لك لا حنا عندنا كثافه سكانيه كبيره، عندنا امراض، عندنا مرض السل، ربما حنا الثانيين على المستوى الوطني. يعني السي بوستان ملفات كبيره اللي بغات تجي تبرك عليهم، هذا خاص تتبع، خاص تحيين المشاكل، خاص هذه الملتمسات ما تبقاش في قاعه مغلقه ناكل الحلوى ناكل العصير في واحد الساعه ديال الماكله ونمشيو. لا، خاص نواكبوا ونعرفوا بان هذيك الكلمه ديال يعني كنتبادلوا الشكر بيناتنا لا يليق بالساكنه. الساكنه خاصه بزاف المشاكل، من بينها هاد ال 1200 ربما اللي محطوطه كتزورنا يوميا ديال الشاحنات. كنا قلنا هنايا يوميا كتزورنا، راه كتهدم لنا البنيه التحتيه. هادشي اللي بعض الاصوات داخل سيدي عثمان تيقول تيطالبوا واحد المطلب الان، تيقول ان ديك المرافق الاقتصاديه اللي كاينه دابا في سيدي عثمان سبق بركه علينا يديوها شي بلايص اخرى، حنا صافي لان ما تتعودش علينا بالنفع. واش اتفق انت مع هذا الراي؟ كنتفق. كنا حنا من يعني يتم ترحيل سوق الجمله، يتم ترحيل هذيك الاسواق تاع السمك. وملي كتبان لك انت ذكرتي قبيله لاله مريم، مشكورين بعض المجالس وعلى راسهم هذا المجلس هذا اللي جا وزاد حيين، ما غاديش نذكروا لهم انه زاد حيين المشكل ديال لاله مريم وترافع عليه. وتا السيده العمده راه تعهدت انها غادي تناقش هذا المشكل هذا وغتوقف عليه، ولكن قالت لهم بان خاص بعض المنتخبين ديال لاله مريم يبقاو مواكبين معاها. ماشي تعطيها هي هذاك وتقول لها صافي راك ملتزمه، لا، دوك المنتخبين ديال لاله مريم يبقاو مواكبين، وها فين وصلنا وها فين وقع باش يتم التمليك ديال هذه المساله. الناس ديال الاسواق ديال الاسواق النموذجيه حتى هما ها هو كاين واحد التزمات بان غدير واحد اعاده بناء ديال السوق البلديه. مشكوره على هذا الالتزام ديالها، مشكوره انها تفاعلات بايجاب مع دوك الملتمسات اللي كنبين بها انتم هذه النقطه هذه ديال سوق البلديه اللي كان غادي يطيح. حنا ماشي خاصنا نمشيو حتى كنقربوا واحد المساله واحد البنايه
صافي تيقولنا جميع الخبراء بان راه اين السقوط عاد باش كنوضوا ندخلوا. كانت مبادرات قبل وكانت بزاف ديال الشكايات من طرف المجتمع المدني، من طرف المستغلين ذوك المحلات، من طرف المصلحه الموكله لها هذاك الاسواق وهذا. يعني خاص عار التفاعل وخاص عار نواكبوا المشاكل ديالنا ونلتزموا باننا فعلا عندنا مشاكل وخاصنا نترافعوا عليها. نجيك ديال الساكنه ان فعلا ما منتفعاش من 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 هذوك الاسواق. نعطيك كاين واحد النسبه معروفه قانونيا وراه كاينه في قانون 113/14 ان اي منشاه اقتصاديه تجاريه كاينه في تراب ديال واحد المقاطعه خاص الساكنه تستافد منها، الشباب دوك ديك الساكنه يستافدوا منها، خاص هذوك المستشارين ملي كيقول غنوفر فرص الشغل خاصهم يوفر الاسبقيات كل المنطقه ولاد المنطقه، ولكن كيترافع عليها بقانون. ماشي غادي نقول لك لا انا لا الا دخلتك لواحد هذا خاصك تكون تابع ليا، ما هو تكون تابع لي سياسيا. لا انا جي كنولي رئيس ديال مقاطعه كامله، تنولي تما تذوب الالوان كما دارت قدام السيده العمده. كان فعلا وصلتني معلومات ان كان الخلاف ما بقاش بين كلهم كان كيترافعوا وهذا مزيان، ولكن كنبغوا داك الشيء يكون استمراريه، ماشي غير باش نقول لها شوفي حنا راه فاهمين لا كان شي مخصصات ماليه ولا كان شي حاجه حاولي ترفعي منا. ترفعي منا بناء على اش؟ بناء على ان عندنا واحد جوج ثلاثه اربعه من المشاكل اللي غادي نحيدوها. هذا هو الامر اللي كنتسناو حنا ديما تنتظروا. تمنوا خير سي عادل الفاضل، شكرا جزيلا. تحياتي، شكرا للدعوه. متتبعي قناه انفاس بريس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.